هنا القدس دوت كوم من أبرز عناوين الأخبار اليوم. صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف عن خارطة قدمها أولمرت إلى عباس بضم 6% من أراضي الضفة إلى إسرائيل مقابل منح الفلسطينيين أراضي في النقب. اختبار طهران صاروخها الأبعد مدى سجيل 2 يغضب الغرب ويرجح كافة العقوبات ضدها. مصادر فلسطينية تكشف عن تقدم كبير في المفاوضات لإحراز التبادل بين حماس وإسرائيل وقياديو الحركة خارج الصفقة. تقارير: إسرائيل تراقب إيران بوسائط بحرية خفية غير مأمولة. المفتي العام في الأردن يصدر فتوى بتحريم عمليات التجميل. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.